نهني الشعب الكردي والعراقي جميعا بقرب اعياد نوروز. نهني كافه اطياف الشعب العراقي بمناسبه اعياد نوروز، كل عام وانتم بخير. نهني شعبنا العراقي عامه وشعب كردستان خاصه في اعياد نوروز، وهذه السلة باقة الورد التي تجتمع في كردستان اليوم، نتمنى أن تنطلق فرح وسعادة ورفاهية لكل المجتمعات، لكل المجتمع العراقي في كل أطرافه. فتهنئة من القلب إلى الشعب العراقي وخاصة إلى شعبنا العزيز في كردستان، ونتمنى أن تزيد الأفراح إن شاء الله في كل أيامنا القادمة. شهر آذار هو من الأشهر الجميلة وشهر انتقال بين الشتاء والصيف، شهر ربيع، فاليوم أعياد نوروز والشعب العراقي يحتفل بهذا العيد، وفي أماكن متعددة من العالم أيضا يحتفلون بعيد الربيع، عيد النماء، عيد الخضرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالخير والطمأنينة والحياة البهية واستثمار هذه الطبيعة التي وهبها الله للإنسان أجمل استثمار والمحافظة عليها وإعادة أعمار الأرض التي هي إحدى أسباب الوجود للكائن البشري اليوم، هو أعمار الأرض وإعادة رونقها وهذا الجمال الطبيعي الذي خلقه الله لنا أن نحاول أن نستثمره أفضل استثمار. فإن شاء الله من صميم القلب نقدم التهنئة لجميع من احتفل بهذا اليوم ولجميع من يحاول أن يغير وأن يسعد نفسه وأسرته في مثل هذه الأيام الجميلة، أيام النماء والخضرة. نهني الشعب العراقي إن شاء الله بعيد نوروز، وإن شاء الله يعني سنة خير وبركة على الجميع. عيد نوروز مبارك، عيد أم مبارك، كل عام أنتم بألف خير، كل عام الشعب العراقي بألف خير، وإن شاء الله هذا الوطن من الشمال إلى الجنوب يكون إيد واحدة ويفرح ويعيد بنفس الأعياد، وتستمر هذه المناسبات الجميلة اللي نعتز بها واللي نحاول أن نكون إحنا جزء منها ونحتفي بها ونقدم بها عروضنا ونشاطات في الدار العراقية للأزياء. كل عام وأنتم بألف خير. أحب من خلال هذا اللقاء القصير أن أهنئ شعبنا الكردي الكريم وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تكون أعياد نوروز حافلة بالخير والمسرة والرضا والأمان. أهني الشعب العراقي بعيد نوروز وإن شاء الله يعم الأمان والسلام على بلدنا إن شاء الله. أهني الشعب العراقي بعياد نوروز وإن شاء الله يا ربي فاتحة خير عليهم، وإن شاء الله يا ربي يشوفون كل الخير. والله تعب الشعب العراقي بصراحة تعب، أتمنى لهم السعادة للجميع يا ربي للجميع. أقدم تهنئة للشعب العراقي بمناسبة قدوم عياد نوروز، عياد الربيع، وإن شاء الله يعني نتمنى أنه يعم الأمن والأمان وتكثر هاي الأعياد وهاي المناسبات الحلوة على الشعب العراقي. بهنئ الشعب العراقي بمناسبة عيد نوروز، وإن شاء الله يا ربي يكون هذا العام عيد سعيد على جميع العراقيين، وإن شاء الله يحقق أماني جميع العراقيين.